حكايات أبطال أسرار مش ببلاش هنعرف ونشوف في شعوب عايشين في العالم تايهين في شعب وحيد متأسس ومتين هنقرا المكتوب هنكبر وانت وانتي مكاننا هنا وهنكبر هنا وهنتعلم هنا هنا هنعرف احنا مين والملك شايفنا ازاي وعايزنا نكون ايه مهما كانت حالتك مهما كانت حالتك في مملكتنا اللي مش عادية احنا في امان لان الملك مش من العالم ده والمملكة برضو مش من العالم ده والملك بنفسه قال ان لينا ملكوت السماوات والنهاردة عندنا تحدي جديد في يوم جديد ويلا نبتدي رحلتنا جوه مملكة مش عادية
مملكة مش عادية. في مملكة مش عادية احنا عندنا مشاكل، للأسف لسه عندنا مشاكل. ليه؟ لأن احنا موجودين في العالم، والعالم فعلا مليان مشاكل كتير، لكن ما تخافوش، الملك بنفسه غلب العالم وغلب كل المشاكل اللي في العالم دي. طبعا هتسألوني ايه هي المشاكل؟ عندنا مشاكل كتير اكيد، بس عايزين تعرفوها؟ ما تقلقوش وما تستعجلوش، هنعرف ده في بلاتو مملكة مش عادية مع هادي وشادي. والآن مع بلاتو مملكة مش عادية مع هادي وشادي. من بلاتو مملكة مش عادية بنرحب بيكم، بنقدم لكم النهاردة ليلة جديدة من ليالي بلاتو. والنهاردة معانا ضيف مش هيتكرر تاني، ضيف من أجرأ وأشجع الناس اللي شفتهم. النهاردة معانا المغامر سعيد الخطير. منورنا يا كابتن، والاستوديو كله منور من كتر الميداليات بتاعت حضرتك. ده بنوركم يا شباب وبنور الجمهور الجميل بتاعكم ده. طبعا تاريخ حضرتك مليان بالانجازات، بس حابين تحكي لنا عن اخر انجاز ليك. انا طبعا زي ما انت عارف اخدت بطولات وميداليات كتيره جدا في السباحه والغطس والتسلق. طب مفهوم، يعني ده كلام جميل، بس ايه اخر انجاز برضو؟ ما انا بقول لك اهو، اخر انجازاتي كان اني تسلقت جبل كليمنجارو، وده اعلى جبل هناك على فكره، طوله 5895 متر. يعني طب ممكن توصف لنا احساسك ساعتها كان عامل ازاي؟ احساس كان تحفه طبعا، انت لازم تجربوه بنفسكم. لا لا لا، انا بحب اطلع الحاجات العاليه دي. ايه ده، انت بتخاف من ليه؟ ايه اللي يخوفني يعني؟ انا بس ما بحبش اطلع الحاجات دي. يا خواف. طب يا كابتن، عايزين نستفيد من خبرتك اكتر، قول لنا يعني برضو ازاي بتطلع القمه الكبيره دي كلها من غير ما تبقى خايف او متردد؟ يعني انا اصلي شاب رياضي جدا، وبقضي يعني ساعات طويله جدا في الجيم والتدريبات، عشان كده اول ما جت الفرصه ما ترددتش. اصلا الخوف ده حاجه مش في قاموسي، انا اتولدت عشان المخاطر اصلا. ايه ده؟ كنت بتقول ايه بقى كابتن خطير؟ لا على فكره، بس اللي حصل ده يعني صدفه مش اكتر. طيب هو كابتن اعصابه شكلها تعبانه شويه. شكرا ليك يا كابتن خطير، انت خطير فعلا. يمكن الكابتن مش عارف هيعمل ايه في المشكله دي، بس احنا عارفين هنعمل ايه. خليكم معانا. كل مشكله وليها ايه بالظبط؟ كل مشكله وليها حل، وفي مملكه مش عاديه يسوع عنده حلول. ممكن لما تسمعها كده تحس ان هي حلول بسيطة قوي، يعني اكيد مش هتجيب نتيجة، لكن الحقيقة انها فعالة جدا 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 جدا. هادي وشادي ورونا المشكلة، بس يا ترى ايه الحل؟ الرب نوري وخلاصي من اخاف، الرب حصن حياتي من ارتعب. مزمور 27:1. الرب نوري هو اللي بينور لي حياتي وبينقذني، يبقى انا هخاف من ايه؟ الرب مخبيني فيه زي ما اكون جوه قلعه قويه، مفيش حاجه ممكن ترعبني. ربنا هو البطل بتاعي وبيحميني، يبقى انا هخاف من ايه؟ مملكه مش عاديه. الرب إله خلاصي، الرب إله
عشان كده مش خايف، لأنك أنت نوري، لأنك أنت خلاصي، علشان كده مش خايف، علشان كده مش خايف، لأنك أنت نوري، لأنك أنت خلاصي، مش خايف، مش خايف، مش خايف، مش خايف، لأنك أنت نوري، لأنك أنت خلاصي، مش خايف، مش خايف، مش خايف، مش خايف، لأنك أنت نوري، لأنك أنت خلاصي. على فكرة ده مينا بيحب الغنى والمزيكا والسفر وموهوم بحاجة اسمها اللغات، بيحب يتعلم لغات جديدة ويشوف أماكن جديدة. أما دي بقى فاسمها صلصة، بتحب الرقص والمزيكا، وهي ومينا أصحاب جدا ودايما بيحبوا يعملوا مقالب في بعض، وهتشوفوهم في الفقرة الجاية حياتنا النهاردة مع مينا وصلصة. ايه في ايه يا شيخة بقى، خضتيني حرام عليكي وانا مش ناقص. تعيشي تاخد غيرها، بس انا سمعتك يعني بتقول مش ناقص. مش ناقص ليه؟ اصلا بصراحة مسافر بكرة كده سفرية وبجهز لها وقلقان منها. وقلقان ليه يعني؟ ما انت عارفة انا ايه. مش سامع بجد. انت بتقول ايه؟ ما تقول لي انت بتقول انا مش سامع. ستي وطي صوتك هتفضحينا. بقول لك بخاف من الطيارات، بخاف من الطيارات وبتطلع كده في الجو كده، ببقى قلقان كده ومش مرتاح. بصي مش مرتاح كده. ايه ده؟ هو انت كمان بتخاف؟ ايوه يا ستي انا بخاف طبعا. الله، انا كنت فاكره ان انا لوحدي بس اللي بخاف. نو استا سولو يا ابني. على فكره مش وقته خالص اللي انت بتقوله ده. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت مش لوحدك بس بالاسباني. بتخافي من ايه بقى؟ قولي لي. ها قولي لي. عارف بالليل كده لما كل واحد يروح على سريره ويطفي النور والدنيا تهدى خالص، وتبتدي بقى تسمع اصوات غريبه مش عارف بتيجي منين، وافضل بقى اتخيل حاجات وحاجات، وان في عفريت هتطلع من تحت السرير وراح يغطي وشي بالخطايا، ما اقولكش الخطايا، عشان ما يعرفش يوصل لي. بس انا فهمتك. اه فهمتك. انا مش بعرف انام بالليل اصلا عشان ببقى خايفه جدا، واحيانا كمان بيجي لي كوابيس. انت كمان بيجي لك كوابيس؟ ايوه بيجي لي كوابيس. انا كمان فاكر ان انا لوحدي اللي بيجي لي كوابيس. لا انت مش لوحدك، بس مش عارف اقولها لك زيك بالاسباني يعني. نو استا سولو يا ابني حبيبي كمل. بص انا بيجي لي كوابيس ان ابلة انشراح بتخوفنا وهتحبسنا في الاوضه. لا حبيبي ابلة انشراح ايه دلوقتي؟ انا بقول لك كوابيس. انا بحلم ان في ناس بتجري ورايا. ما هي كانت بتقعد تقول لنا ابلة انشراح، والمدرسين بيعاقبوني. ما هو ابلة انشراح تقعد تقول لنا انا كنت هحبسكم. ركز ركز ركز، احنا مع بعض دلوقتي، ركز. ما هو طيب بقى يا نهار ابيض. طب وبعدين ايه بقى الحل في الموضوع ده؟ ما انا بقى لقيت حل. وساكته الحقيني بالحل بسرعه. بص انا بقيت كل يوم بالليل قبل ما انام بصلي وبقول له يا رب طمني وخليني احلم احلام هاديه ومريحه، وما تخلينيش اخاف من الضلمه. طب والموضوع بينفع؟ بينفع جدا. عارف لو حلمت بحلم وحش وصحيت مخضوضه بقعد اصلي ربنا وربنا بيطمني، وبرجع انام تاني وانا هاديه. انت صحيح ما قلتليش انت كنت بتسمع ايه ومركز قوي كده قبل ما انا اجيلك يعني؟ انا ستي كنت بسمع ترنيمه سوداني كده، عشان انت عارفه انا بحب المزيكا وبحب اللغات، فبحب اسمع حاجات باللغات ما تتعفاني. ايه ده؟ الله. طب ما تسمعني معاك حاجه كده، انا يعني بحب الحاجات دي. تعالي خدي. ايه تقولي كده؟ خدي. ايه بس انا شغلها لك. ماشي. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه خالص على فكره. بص 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 انا هفهمك. هي بتقول كده، هو ما بيسيبه نينا يسوع. نينا دي يعني احنا، فده معناه ان هو مش بيسيبنا احنا. اوكي، نينا باللغه السودانيه يعني احنا، فده معناه ان هو مش بيسيبنا احنا يسوع. فهمتي؟ الله، دي كلماتها حلوه قوي. عارفه كلماتها دي بتقول ان ربنا دايما معانا مش بيسيبنا ابدا.
الكلمات دي لازم دايما نفتكرها كل مره بنخاف. وانا على فكره وانا مسافر بكره وخايف من الطيارات، انا هفتكر الكلمات دي، هفتكر وانا طالع الطياره وما بيسيبوني ناس، وانا في الجو ما بيسيبوني يسوع، احنا بنعمل لاندنج هو ما بيسيبوني يسوع. على فكره ولايقه عليك، انت ممكن تقول هو ما بيسيبونينا، على فكره لايقه، هتلاقيها كده لايقه عليك يعني، وتحس ان الدنيا جايه هو ما بيسيبونينا. على فكره مش حلوه كده. لا حلو. طب بقى انا حلو ماشي. طب حلو. انا عارف انت عارفه ابلا شرح كانت بتقعد تتريق علينا كل ما نقول حاجه كده تضحك. انت عارف انت بتخاف ليه؟ عشان بتفتكر ابلا شرح. انت عارف لو ما تفتكرهاش تاني مش هتخاف. طب انت عارفه ان في الكرتون بيبقى فيه ابطال خارقين بيحموا الناس ويحاربوا الاشرار، والناس بتطمن لما تشوفهم، وبنشوفهم كده ايه اول ما تحصل مشكله يجوا بقى ايه هما من فوق كده ينقذوا المدينه من الحراميه كده. كده بقى الحاجات القويه دي يعملوا الحركه دي، فكده فالفيلم يخلص بقى. تخيلي بقى ان ربنا بنفسه الاقوى من كل الناس الاشرار، وحتى من كل الابطال الخارقين اللي سمعنا عنهم واللي ما سمعناش عنهم. عشان كده كل مره هخاف انا هقول ربنا هو البطل بتاعي اللي بيحميني. اخاف من ايه؟ ايوه ايوه، انا كمان هقول ربنا هو البطل بتاعي اللي بيحميني. واسالي انا هخاف من ايه؟ بالظبط كده كمان مره، ربنا هو البطل بتاعي اللي بيحميني. هخاف من ايه؟ هتخاف من ايه؟ ربنا هو البطل بتاعك اللي بيحميني، هتخاف من ايه؟ كمان مره بقى نقولها مع بعض، يلا. ربنا هو البطل بتاعي اللي بيحميني، هخاف من ايه؟ اروح بقى احضر شنطتي انا بقى. مع السلامه يا صاحبي، باي باي باي. يسوع هو ما بيسيبنا،
مملكة مش عادية. الرب نوري وخلاصي من من أخاف، الرب حصن حياتي من من أرتعب. مزمور 27:1. الرب نوري هو اللي بينور لي حياتي وبينقذني، يبقى أنا هخاف من إيه؟ الرب مخبيني فيه زي ما أكون جوه قلعة قوية، مفيش حاجة ممكن ترعبني. ربنا هو البطل بتاعي وبيحميني، يبقى أنا هخاف من إيه؟ وطبعا مش هنقدر نسيبكم النهاردة غير لما نسيب لكم تحدي مملكة مش عادية. تحدي جديد لانج زي كل مرة نعمله كلنا مع بعض وسط الأسبوع اللي جاي. عارف مزمور 27 اللي بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب؟ هنفتح كتاب مقدس على المزمور ده، مزمور 27. هنعمل إيه بقى في المزمور ده؟ هنقراه كويس جدا، وبعد ما نقراه كل حد بقى هيعمل حاجة حسب مواهبه. في حد حفيظ يعني يقرا المزمور مره 2 3 4 5 6 يحفظ المزمور، فده اللي شاطر في الحفظ ده هيسمع، هيحفظه ويسمعه ويبعته لنا على رقم الواتساب بتاعنا اللي ظاهر دلوقتي على الشاشه او على صفحتنا على فيسبوك. كمان في حد تاني موهوب جدا في القرايه، اللي هو يفتح المزمور ويعرف يقرا كده بصوت جميل كده ويقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن، ويعرف يحسسنا بالكلمات وهو بيقراها. لو انت شاطر في كده اعمل كده. في حد تاني بقى ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعبر عن المزمور كله برسمه، يعني يرسم مثلا واحد في ناس رايحين يهجموا عليه، جايين يهجموا عليه، وفي حرب قايمه عليه، او حد بيهجم عليه وعايز يأذيه وكده، والرب بيدافع عنه ويكتب برده من تحت الرب نوري وخلاصي، او اكتر ايه فرقت معاه في المزمور. انتوا مواهبكم بقى، عيشوا حياتكم. وطبعا ما تنسوش انكم تبعتوا لنا ابداعاتكم على الرقم الواتساب زي ما قلت لكم اللي ظاهر دلوقتي على الشاشه او على صفحتنا على فيسبوك. مستنين كل ابداعاتكم في مزمور 27، وافتكروا ان الرب هو نوري وخلاصي ممن اخاف، واستنونا المره الجايه في واللي بستره بيسكن وبيتكلم.